أهلا بكم. 2300 شركة عالمية ستشارك في مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت، مقدمة من كل أنحاء العالم. الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي سيشاركون بالمؤتمر. وفد عراقي ضخم مثل رئاسة الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس محافظات وكبار الموظفين والمستشارين. المؤتمر قدر له أن يكون في 12 ويستمر إلى 14 من آذار الجاري. الهدف من المؤتمر هو الحصول على منح دولية قيمتها 100 مليار دولار على هيئة استثمارات لا أموال، تعطى مباشرة بهذا الكف فيتلقفها كف الفساد الإداري الآخر. هذا ما أعلنت تخوفها منه مباشرة دول مثل اليابان، التي قالت أنها لا تمنح سنتا أو فلسا واحدا للعراق إلا إذا كان بإشراف أممي مباشر. نبقى مع هذا التقرير. من هنا تغير المشهد. كان فبراير 2012 قمة عربية في بغداد. إنه الشهر الذي يحتفل فيه الكويت بانتصار قوات التحالف على العراق وإخراج الجيش العراقي من دولتهم. وهنا يحضر أمير الكويت إلى بغداد ليعلن دعمه الشامل للعراق الشقيق الذي كان في نظره غاصبا محتلا قبل ذلك. بدأت علاقات جديدة للعراق مع الكويت منذ ذلك الحين، وأمير الكويت يسعى للحشد لمؤتمر حول إعمار العراق. لكن بالمقابل لم تتخلى الكويت عن أمنيتها بالتعويضات التي سدد العراق 80% منها، ولم يتبقى بذمته للكويت منها إلا 4.6 مليار دولار، وهو أقل بكثير من مستحقات دول أخرى أسقطت ديونها على العراق، أقربها رقما الإمارات التي أسقطت 7 مليار دولار عن العراق، وهو ما يقارب ضعف الدين الكويتي. فلماذا لا تحذو حذوها الكويت تعبيرا عن حسن النوايا؟ البعض يقول نوايا الكويت ليست حسنة تماما وإن قاربت الود، فمشروع ميناء مبارك يقضي على حلم الفاو على غرار هونغ كونغ والبصرة على غرار دبي، بل إنه يخنق رقبة العراق البحرية للأبد. ومع ذلك مضت الكويت على حساب العراق. البعض يأخذ على الكويت تهاونها مع الوافدين من جنسيتها للعراق، والذين كان منهم قياديين في التنظيمات الإرهابية وعلى رأسهم قيادي داعش. لكن المراقب المتفائل الذي يرى نصف الكأس الممتلئ في علاقة الدولتين الشقيقتين يرى إنهما قطعا شوطا طويلا أقرب للاتفاق منه إلى الخلاف في مستوى علاقتيهما. ألم يتفقا على خفض تسعيرة وحدة الغاز العراقي المصدر للكويت؟ ألم يتفقا على إغلاق ملف خلافات الخطوط الجوية نهائيا والرحلات المستمرة بين البلدين؟ ألم يتفقا بشأن ملف المفقودين الكويتيين إبان حرب الخليج؟ ألم يتفقا على ربط محطة الفاو الحرارية الكهربائية بالدعم الكويتي الرافد؟ ألم يتفقا على إدارة مشتركة لخور عبد الله؟ ألم يتفقا على مراجعة ملف الديون بينهما خارج مهاترات العلن في المحفل الدولي، لا سيما مجلس الأمن والأمم المتحدة؟ وأخيرا، ألم يقام الآن مؤتمر لدعم العراق في الكويت؟ إنهما العراق والكويت يا سادة، بكل ما تعنيه كلمة العلاقة من معنى، سواء كانت متطرفة العداوة إلى حد الاحتلال أو متطرفة التنسيق لدرجة حشد العالم لدعم العراق في الكويت. إذن أعزائي المشاهدين، نواصل حديثنا عن حدث الأسبوع القادم اللي هو مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق. خصوصية المؤتمر في الكويت وما يرتجى منه من نتائج مع ضيفنا الكريم السيد صباح غيدان، نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي. أهلا مرحبا. أهلا وسهلا أستاذ. رحب بك. ونبدي بالبداية من الرمزية في عقد المؤتمر في الكويت في هذه الفترة اللي تتزامن مع العيد الوطني في الكويت، وأن يقام مؤتمر لإعادة إعمار العراق. هل هناك دلالة رمزية برأيك، وهل هناك أهداف واضحة المعالم من عقد المؤتمر؟
أستاذ عامر، أنا أشكرك وأشكر القناة على هذه الاستضافة. من المهم جدا أن أشر على نقطة في غاية الأهمية قبل القضية الاقتصادية المرجوة من المؤتمر، وهي القضية السياسية. نحن جميعا نعلم ما حدث للكويت بان الاجتياح العراقي الذي لم يكن للشعب العراقي فيه أي دور. القرار كان قد اتخذ من رأس القيادة في ذلك الوقت، وهذا على لسان طارق عزيز في لقاء مع العربية، وكان حاضر علي الدباغ عندما قال أن القرار اتخذه الرئيس العراقي لأنه كان في وضع نفسي وصحي غير جيد. فالعراق كشعب لا يتحمل أي مسؤولية جراء ذلك، وتحمل العراق الكثير من أعباء ذلك الاحتلال، ولا يزال إلى حد هذه اللحظة العراق يدفع فاتورة نفسية ومادية وحدودية وإلى آخره. السيد صباح غيدان نائب رئيس مجلس الأعمال العراقي، أشكرك جدا على هذا الحضور. أعزائي المشاهدين، بعد الفاصل نتابع حديث السيادة بين كرم العراقيين وتعنت الجيران، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. لن تضيع الصورة بأبعاد القضية، هذا هو التحدي العراقي. القضية الواحدة هي السيادة وأبعادها الإرادة. نعم، الإرادة المتشعبة على ضفاف الخليج بين من يتحدث العربية ومن يرطن بالفارسية. أضف لذلك العديد من الأرقام الدولية المتشبثة بالمعادلة العراقية. ليست أزمة العراق اقتصادية فقط. للحديث عن كل ما تقدم معنا الدبلوماسي العراقي المخضرم وكبير مفاوضين الدكتور محمد الحاج حمود. أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا بك. رحب بك، وإحنا هذا لقائنا يتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر الكويت لإعادة أعمار العراق، والحديث الكثير عن ضرورة مساعدة العراق في هذا الظرف. العراق في ظرف اقتصادي صعب، غير قادر على إعادة أعمار ما دمرته الحرب. تناولنا بالجزء الأول الأبعاد الاقتصادية والتوقعات فيما يخص هذا المؤتمر. لتتطرق وياك إلى الموضوع الدولي، إلى الجهود الدولية والجهود اللي بذلها العراق باعتبارك يعني أحد الدبلوماسيين العراقيين المخضرمين، واللي متابع ملف الديون اللي على عاتق العراق منذ أيام نادي باريس ولحد الآن. ما دام احنا بصدد حديث عن الكويت، خلينا نبدي يعني من موضوع الكويت. الكويت العراق يعني دائب على دفع التعويضات يعني المترتبه عن الحرب. رد تعطينا فد مختصر عن اللي دفع العراق وعن ما ترتب لحد الان. نعم، موضوع التعويضات طبعا بقرار من مجلس الأمن وفق الفصل السابع. نعم. وهذا القرار اعتبر العراق مسؤول عن كل أضرار أصابت الكويت أو الدول الأخرى أو رعاياها. نعم. وشكل لهذا الغرض لجنة سماها لجنة التعويضات، أعطاها صفة قضائية أنها تستلم الشكاوى من الحكومات والأفراد وتبت في مسؤولية العراق عنها. الواقع هذا القرار ظلم العراق ظلم كبير، لأنه استعمل بطريقة أساءت للعراق وأدت إلى تقديم 1,500,000 طلب مطالبة من أشخاص ومن حكومات ومن شركات، وكثير منها مجحف يعني غير وكثير منها مجحف. لو يسمح الوقت أعطيكم أمثلة عن بعض المطالبات. سيدة حامل في الولايات المتحدة قالت أنا رعبت من الحرب فأصابني وضع نفسي أثر على الجنين، أريد تعويض. امرأة أخرى طالبت بتعويض لأنه صدام حسين وضع إيده على رأس الطفل، وتعرف هذا تقليد عندنا بالعراق دلال للطفل رقمي، اعتبروه هذه نوع من التهديد من الأذية النفسية للطفل، طلبت بتعويض. دول يعني بعيدة عن العراق مثل أستراليا
طالبت بتعويض لأنه البيئة حسب ما تدعي البيئة في استراليا تأثرت نتيجة حرب الكويت، وهكذا حتى جيراننا لم يرحموا العراق في مطالباتهم. وإحنا اليوم محور حديثنا الجيران. الجيران يا سيدي حبايبنا الأردنيين قدموا مطالبات لأنهم استقبلوا الفلسطينيين والأجانب اللي خرجوا من العراق. وكان ممر حتى حسبوا علينا تبليط الشوارع أو الطرق اللي مروا بها الخارجين من العراق والكويت. نعم. بس خلي نرجع الموضوع الكويت. الكويت يعني صار للسنة الثالثة على التوالي اللي تأجل بها استقطاع التعويضات. نعم. هو التأجيل صار طبعا بطلب من الحكومة العراقية لأنه الوضع المالي. نعم. موضوع أسعار النفط وهبوطها هذا الهبوط الكبير أثر على موازنة الدولة وأصبح متعذر عليها أن تكمل دفع التعويضات المتبقي من التعويضات وهو 4,600,000,000 دولار. فطلبت الحكومة العراقية تأجيل هذا الدفع عدة سنوات، 3 سنوات. بس المبلغ اللي تم استيفائه شقد؟ هو المجموع 41 مليار للكويت فقط. نعم. أما المجموع الكلي لكل الدول 52 مليار وكسور. نعم. سدد العراق ما بقى منها إلا 4,600,000,000، 4,600,000,000. نعم. يعني العراق مسدد بحدود 36.4 تقريبا 36 مليار دولار. أكثر تقريبا حدود 37 أو 38 مليار. نعم. نعم. وهاي الكويت فقط. هاي الأربعة وستة بالعشرة صار اتفاق على كيفية تسديدها؟ احنا كنا نتفاوض على استثمار هذا المبلغ بالعراق. نعم. واستثمار المبلغ اما في مجالات النفط والغاز او في مجالات اقتصادية اخرى. لكن ما حصل الاتفاق. حاولنا، صار اختلافات على اسعار على الترتيبات. نعم. بعدين صار اقتراح ان نقسط هذا المبلغ. يعني كاش، يعني كاش طبعا. نعم. قسطنا المبلغ اول مره بالاتفاق مع الكويتين 10 سنوات، لكن صارت ملابسات بحيث هذا الاتفاق لم ياخذ طريقه. نعم. فلجينا الى لجنه التعويضات وقسطنا المبلغ المتبقي طبعا بموافقه الكويت الى 4 سنين. اها. 4 سنين يعني تستوفى من عائدات النفط والغاز. السنة الأولى 0.5%، السنة الثانية 1.5%، والسنة الثالثة والرابعة 3%. نعم. يعني ينتهي دفع التعويضات. يعني هو هذا القصد، إن لما الكويت يعني تقيم مؤتمر لإعادة الأعمار، يعني ما يعني يجوز كان من الأجدى أنه لو تتخلى عن فجزء يسير من التعويضات. الحقيقة مؤتمر الكويت صحيح شعاره هو إعادة الإعمار وإلى آخره، إلا أن الطابع السياسي لا يخلو من الموضوع. نعم. الكويت حاولت أن تساعد العراق بهذه الطريقة أنه تدعو إلى مؤتمر للمانحين. نعم. وإحنا عندنا تجارب من مؤتمر المانحين، من مؤتمر مدريد، من مدريد مؤتمر. نعم. باريس. الواقع ما قدموا شيء يذكر شفهيا بالاجتماع، وصلت المساهمات النظرية بالمليارات لكن بالجيب ما وصل شيء. ما وصل شيء. زين، احنا خلينا ننتقل للجانب الإيراني. نعم. عندنا مع إيران اكو مشكلة يعني صارت بالسنوات الأخيرة، موضوع شط العرب. نعم. شط العرب دا يزحف الى داخل، يعني مجرى شط العرب دا يزحف الى داخل الحدود العراقية. نعم. بدي اسالك، الحدود المثبته مع الكويت فيما يخص العفو يعني مع ايران فيما يخص شط العرب. نعم. هي حدود خط التالوك ولا هي حدود يعني من يعني اللي مثبته باحداثيات عبر الاقمار الصناعيه؟ الحدود ثبتت في اتفاقيه 75 بخط الملاحه العميق في النهر. نعم. وقت الجزر. نعم. هذا اللي يسموه التالوك،
خط التهلكة أو خط المجرى العميق. نعم. هذا تحدث بال 75 من قبل الفريقين وخبراء من الدولتين، وثبت على خرائط وأودعت هذه الخرائط لدى الأمم المتحدة. لذلك يعتبر ذلك الخط خط 75 هو خط حدود إضافة إلى كونه خط ملاحي. نعم. فأي تغيير يحصل به يجب أن يعاد إلى ما كان. احنا هسه يعني نحاول نشوف الصوره الخاصه بشط العرب. نعم. اللي 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 حدث به هذا الانجراف. نعم. بس يعني هاي الصوره يمكن عفوا دكتور اذا نعم يعني هذا الخط الاحمر هو الخط القديم، هذه الحدود القديمه، الخط المجرى العميق، الخط الاحمر هو الحدود العراقيه الايرانيه 75. يعني هذا اتفاقيه 75. اي هذا الاحمر هو اتفاقيه 75. زين. النهر انجرف على رأس البيشة، هذا رأس البيشة الأخضر. نعم. مسافة تقرب من كيلومترين ونص. كيلومترين ونص. هذا الأخضر الفوق هنا شوفه. نعم. هاي أراضي عراقية. هذه عراقية انزاحت عنها المياه نتيجة عوامل متعددة. إيه يعني بالخمسة سبعين هنا ما كانت يابسة هاي المنطقة الخضراء. كان النهر هناك بالعراق. نعم. والانجرف الآن بهذا المكان. نعم. وهذا المساحة الآن نتفاوض مع الإيرانيين على عودة الشط أو خط الحدود إلى هو هذا التسلك. أنت حضرتك تخبير بموضوع النزاعات الحدودية، يعني هذا من حقنا إحنا ولا الموضوع هو يتعلق بشط العرب وين ما يروح الحدود تروح وياه؟ أنا أشرح لك إياها من ناحية الوثائق. نعم. الوثائق القانونية. إذا ممكن نشوف الصورة الثانية. خلينا بهاي حتى. أوكي. الوثائق اللي مال 975 بها بروتوكولات وبها اتفاقات ملحقة بالاتفاقية الرئيسية. نعم. من ضمنها يسموه بروتوكول الحدود النهرية في شط العرب. زين. هذا البروتوكول بمادة تقول إذا انجرف الشط عن مجراه الحالي فعلى الطرف المتضرر أن يقدم اعتراض ويطلب تصحيح الوضع خلال سنتين. خلال سنتين. خلال سنتين. هذا الانجراف بدأ يحصل بال 1980 مع بداية الحرب بين البلدين. يعني. والحرب بحد ذاتها تعتبر هو قاهرة تمنع اتخاذ إجراءات قانونية من هذا النوع. طيب. فالحرب استمرت إلى 88 ولم تعد العلاقات بين الطرفين. طيب بس بالنتيجة هي 27 سنة مضت. يعني احنا من نروح إذا أريد يعني قضاء. إذا ممكن بقيها الصورة هاي خلينا نشوف. إلى 2003 يا سيدي. بس هاي الصورة يعني هذا مقدار الانحراف اللي صار. هذا الصورة أوسع. اللون الأصفر. أي هذا الخط المستقيم الأعلى هذا الخط القديم. الخط القديم. أي. وهذا المتعرج خط الانجرافات. ومستمر. مستمر. وهذا الانجراف صار على مدى كم سنة؟ ما 27 سنة؟ من 1980 إلى اليوم. هذا 27 سنة 2.5 كيلومترين ونص. وشكلنا لجنة عراقية إيرانية من الفنيين لإجراء مسح للضفتين وللعمق. يعني دكتور من ناحية جيولوجية كل 20 سنة العراق يفقد له بحدود 2 كيلومتر أو أكثر. إذا ما تلاحقنا الموضوع الضرر مستمر يومياً. زين. باليوم ينجرف النهر تمام عدة سنتيمترات. اي دكتور من هسه خلي معي انا بالنظام السابق من 2003 لليوم وين الخارجيه العراقيه؟ لا الخارجيه العراقيه باشرت منذ البدايه بتشكيل فريق للتفاوض. اذا فريق مشترك وش تقول احنا قضائيا هي القضيه لنا يعني. لا ما وصلنا بعد خليني اسلسل يا حضرتك. أوكي. اول مره احنا طالبنا بدراسة كل المشاكل العالقة لأن عندنا مشاكل عديدة مع إيران. عندنا موضوع شط العرب، عندنا الأنهار المشتركة، وعندنا الحدود البرية. نعم. لم تكن مرسمة منذ 1914. نعم. فصار الشغل والاتفاق بعد مفاوضات طويلة وشاقة. نعم. عام 2008 أن نشكل هذه اللجان وأن تبدأ عملها كل على انفراد. كنت أنا مشرف على العملية بكاملها. بدينا الحدود البرية مشينا مرحلة جيدة. النهرية لحد الآن ما سويت شيء. النهرية ما هو شط العرب. ممكن شوي تستعجل لأن أكو هاي مشاكل ويا إيران. بس قصدي بالنتيجة العراق وصل إلى مرحلة اليأس ولا لا؟
هاللحظة بعدنا الحد البارحة كان عندنا مفاوضات. بصراحة دكتور هل هناك نوع من المحاباة مع إيران في الموضوع؟ والله إحنا كمفاوضين موضوع مو يمكم يعني. إحنا شو بدي أقول لك؟ طيب فيما يخص المفاوضين عبارة عن مجاهدين. مجاهدين. نشتغل بس الـ بس غيرنا ما ندري شو. الإرادة السياسية. الإرادة السياسية بصراحة أقولها لمستها عند رئيس الوزراء ووزير الخارجية سند مباشر لنا، لكن آخرين الله أعلم، آخرين أكو. لا تحدث بصفتك أنت خبير، ما تحدث بجانب سياسي. كخبير القضية يعني إحنا نربحها كعراقيين، هذا يعني أكو جحاف دي يصير والموضوع مستمر، هاي صار 20 سنة. أوكي، إلى جانب آخر من الهدر بالثروات العراقية موضوع الحقول النفطية المشتركة. هذا عندنا مؤسساتنا المختصة بالنفط لا تزال مقصرة في هذا المجال، أقولها مع اعتزازي بهم، ودي يقومون بعمل جبار أماكن أخرى، لكن الحقول المشتركة لا تزال لم تعطى. يعني دكتور أنا عندي تصريح لروحاني الرئيس الإيراني في الحملة الانتخابية، صار نوع يعني تعرف بالانتخابات شيء واحد يوضح الآخر، فصار نوع من العتاب علي أنه ما مستغل النفط على الحدود العراقية، فهو يعني هذا تصريحه، هو يقول إحنا ده نستخرج الآن 300,000 برميل من حق غرب الكارون، ونسعى للوصول إلى 700,000 برميل يوميا. العراق ما مستخرج أي شيء من هاي الحقول. وليش قلت لك أنا من البداية الحقول المشتركة عبارة عن أحواض. الجهة صورة للحقول المشتركة. الجهة الأخرى الكويتية والإيرانية جاي تستغل. الكويت عشرات الآبار الآن تسحب، وإحنا الرسمية عندنا بيرين بس، في حين القسم الأعظم من الحقول المشتركة مع الكويت هي في العراق. ونفس الشيء الرميل الجنوبي بس هو حق المجنون، يعني أكبر الحقول اللي موجود اللي إيران أعتقد اللي يسموه أزادغان. يعني دي يستخرجوا بحدود 320 إلى 360. جانب آخر من الهدر هو موضوع الانهار، نهر الكارون تحول المجرى، وعندنا صورة الأخ المخرج إذا يشوفنا السدة اللي سواها الجانب العراقي واللي دي يصير تسريب المياه. لا مو هذه بعد، أي هذه؟ هذه السدة. هاي دكتور ممكن تشرح لنا عليها. هذا مو هذا في هور الحويزة. هور الحويزة اي. بس هي هاي المياه شنو؟ هذه المياه تجي من الكرخة، نهر الكرخة. هي نهر الكرخة يصب في هور الحويزة. وهور الحويزة بس هذه مياه بزل. لا مياه مالحة. قسم منها مياه مالحة لكن يغذى من مياه حلوة بنهر الكرخة. وين الحدود العراقية؟ بس اسمع الشارع. الحدود العراقية هو هذا الشارع زين، هذا دي تأكل الجانب دي تأكل من جانب إيراني. بس أكمل لك الفكرة. نعم أن نهر الكرخة لما تحول بنوا عليه سدود وحولوه لأراضي زراعية، المياه العذبة اللي كانت تصب بهور الحويزة انقطعت. نعم. فما بقى به إلا مياه البزل. نعم. لذلك نسبة هاي الصورة. شوف أكو صور بعد غير هاي. بس قصدي هذا اللي دي يأكل منها الجروف، يعني هذا مستقبلا هم راح يعبر. مستقبلا راح يتلف لنا حتى مياه شط العرب، لأن هاي كلها مياه مبازل ومياه زراعة، والمياه الزراعة فيها الأسمدة الكيميائية. دكتور احنا نتفرج يعني شلون يعني هذا أكو إجراء عليها العراق اتخذ. بدأت وزارة الدفاع أرسلت الآليات وبدأت تعيد بناء السد من جديد. هذه صورة أخرى تبين أنه التربة هي هشة في المكان، يعني كلها هشة هاي المكان. هاي تعرف هذه والمياه مالحة، إذا أشوف اللون الأبيض هذا غريان مع السنوات الماضية، الطمي مع الدجلة والفرات السنين. هاي كل المنطقة، كل منطقة البصرة والجنوب هذه الدفن. أنا أشكرك جدا. أشكركم جدا. شكرا جزيلا. دنبر بندر حمال الأسية في الموصل القديمة، السياب ونحاته
تحت وطأة الإهمال والنكران. ننتقل الآن للزميلة مريم لمتابعة ما اختارته لنا في السوشيال ميديا. أهلا بكم مشاهدينا في فقرة تواصل، حيث سنستعرض وإياكم أبرز المواضيع التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع فيديوهات من وحي واقعنا السياسي أبطالها نساء، إحداهما تريد أن ترشح للبرلمان وتطلب الخيرة من الأئمة عليهم السلام مع مشورة المتابعين عبر الإنترنت. نتابع. من أرض كربلاء المقدسة إلى كل مشتركيني في الفيسبوك، طلبت من عندي أن أشترك في كل الانتخابات القادمة في العراق، وقد طلبوا من عندي عدة جهات أن أدخل في الانتخابات، لكنني مترددة. لماذا؟ لأنني لا أريد أن أخسركم ولا أريد أن أحرق تاريخي. إنني جئت من أجل شعبي ومن أجل ناسي، وأخشى على نفسي أن تختلط الأوراق في الانتخابات، وها أنا جئت إلى جدي لكي أطلب العون من عنده حتى يشوفني، واليوم أستخير أنه هل أدخل إلى الانتخابات أم لا أدخل إلى الانتخابات، وأريدكم أنتم أحبائي أن ترشدوني إلى الطريق الصحيح، أنتم وجدي، حتى هل أكون أنا أحد المرشحين في العراق لكي أنقذ شعبي لا لكي أظلم شعبي، حتى ولو دفعت ثمن هذا كلام الحق، كلمة الحق، لو كان دمي أنا مستعدة أن أضحي بدمي من أجل شعبي ومن أجل أهلي وناسي وحق هذا الإمام وحق هذا الإمام. لم أتكلم كلمة واحدة إلا هي بكل صدق وكلام، لا أريد منكم إلا الكلام الصحيح الواقعي لكي تنقذوني من هذه الغيمة التي تكون على قلبي. وكما نرى مشاهدينا المتابعين بدورهم نصحوها بالابتعاد عن إثارة المشاعر باسم الدين، لأن ذلك لم يعد يجدي نفعا في كسب التأييد وأصوات الناخبين. الفيديو الثاني أيضا في فيسبوك لنائبة كردية عبرت عن ألمها لعدم وجود الشاي والكابوتشينو في مجلس النواب الكردي بسبب أزمة التقشف والضائقة المالية التي تعصف بكردستان منذ عام 2014. خلال هذه الثلاث أشهر أو أربعة أشهر جابوا الشاي والكابتشينو وهو هم قطعوها يعني الحمد لله. يعني هسه أنتوا قاعدين بالكافيه بس تناقشون بالأمور السياسية، لا شاي ولا كابتشينو، كل شيء ماكو. إي والله العظيم حتى الماي ماكو. المتابعين قاموا عبر صفحاتهم بتذكيرها بالأحداث الخطيرة التي مر بها العراق خلال هذه الفترة في حال عدم علمها. نتابع. ومن فيسبوك مشاهدينا إلى إنستغرام، وعتب مرير من المشجع الشهير مهدي على كل الناشطين والمهتمين والمختصين بالحركة الرياضية بما فيهم اللاعبين على عدم حضورهم مجلس عزاء المشجع المخضرم قدوري رحمه الله. متابع. اليوم انتهت القصة، بس التاريخ بكر. من هو التاريخ؟ قدوري، قدوري صوت العراق، قدوري رمز من رموز البلد. انا خلص وفيت وياه، زين قدوري صديقي واخوي، واتمنى كل واحد عنده رساله ماجستير او دكتوراه يدرس قضيه الصداقه، صداقته هي قدوري ازليه. ما عرفت لحد ما نزلت من القبر وخليت عليه العلم لانه علم العراق. قدوري رمز من رموز العراق، قدوري لبغير دول،
لكان ينقصون للعلم، العلم ينقصون لقدوني تاريخ بلد، قدوني قضية وطن، قدوني قضية صلاح يا عراق، قدوني قال العراق في قلوبنا. واليوم أنا بس أناشد بعض الناس اللي ما أجوا فاتحة قدوني، ليش ما أجوا فاتحة قدوني؟ معقول أنتم كلكم سياراتكم حديثة وسياراتكم جديدة، يعني ما تجون حتى استنكفتوا تجون الفتح القدوري؟ كل من يشاهدني يشارك هذا المشهور. وأخيرا مشاهدينا، خلوها أجمل هو عنوان الحملات التطوعية التي قام بها مجموعة من شباب الموصل لرفع الأنقاض وإعادة تأهيل المناطق القديمة ابتداء بالمدارس، لإيمانهم بأن تأهيل المدرسة هو إعطاء فرصة لإعادة تأهيل جيل كامل. الملفت بالأمر مشاهدينا أن عددهم لا يتجاوز 25 شابا وبإمكانيات مادية بسيطة جدا لا تتجاوز 60,000 دينار، أنجزوا مهمتهم على أكمل وجه. الحملة لاقت تشجيعا وترحيبا من داخل وخارج العراق على فيسبوك. مزيد من التفاصيل نتابعها مع زميلي عامر. شكرا للزميلة مريم. دنبر بندر، كلمتان تختصران ما بادر إلى عمله الشاب الموصلي بندر حين أصيب أهالي المدينة القديمة في الموصل باليأس والإحباط من إهمال الحكومتين المركزية والمحلية، وإزاء ضيق حوجات الموصل القديمة يوازيه ضيق يد أغلب سكان الأحياء الفقيرة. بادر بندر وجمع من رفاقه الشباب إلى تنظيم عمليات رفع أنقاض للبيوت المهدمة باستخدام آلية صغيرة لرفع الأنقاض تسمى عراقيا بالدنبر بمبلغ رمزي. الفكرة نجحت ودارت عجلة العمل. خلينا نتابع التقرير. سبقت هذه الآلية أو ما تسمى بالدنبر آليات ورافعات عملاقة تعود لشركات أجنبية أو محلية في رفع الأنقاض عن الموصل. لا يتحدث أصحاب هذه الدنابر عن ملايين الدولارات التي رافقت عمليات الإعمار، فهنا الخطرة أو السفرة كما يسميها أصحابها ب2500 دينار عراقي، أي ما يعادل دولارين. يعني صاحب الدنبر وما تشعدنا شغل وعمل، جو عرضوا علينا هاي الفكرة من تنظيف الأنقاض رفع الأنقاض من المناطق القديمة، والحمد لله دخلنا ورفعنا الأنقاض من المنطقة القديمة. يعني هو يعني المبلغ يعني مبلغ تمام قليل، بس الحمد لله والشكر يعني المبلغ 2500 المبلغ والحمد لله والشكر يعني أقل، يعني أقل واحد أبو دنبر يطلع له 15 خطرة 12 خطرة 13 خطرة، الحمد لله والشكر. أبو محمد يتنقل على أنقاض منزله الذي دمرته الحرب، لم ينتظر وعود الحكومة التي لم تعلن ولم تنفذ بتعويضه ورفع أنقاض منزله، فترك الحكومة ولجأ إلى الدنبر. حالتنا هي حالتنا، ركام بيوتنا تعبانة ونستنذر من الحكومة، الحكومة ماكو لا حس ولا نفس، خلف الله على المتطوعين والدنابر عشان ينقاذ مالنا، يريد حد يساعدنا حد يعاوننا، ما ناشدنا ما حد، لا حد يسمع ولا حد ياخذ ولا حد ينطي، الحكومة نستنا فلشت بيوتنا على راسها ومشت، نريد واحد يساعدنا عشان ننقاذ هذه نرجع على بيوتنا، حالتنا تعبانة والله، قاعدين إيجارات وما عندنا قابلية للإيجار. هؤلاء الشباب هم من قادوا حملة الدنبر لفتح الطرق في الموصل القديمة. على بساطتها تجري الحياة هنا في محلة المشاهدة لهؤلاء الشباب، غذاء بسيط بعيدا عن ولائم تثقل ميزانية الدولة، فاقتصرت الوجبة على الفلافل بدلا من القوز. رفعنا إلى الآن ما يقارب 2500 دنبر وما زلنا مستمرين، لكن هناك بعض العوائق تطلعنا ومثل بعض المخلفات الحربية كالعبوات والأحزمة الناسفة، لذلك نناشد الحكومة المحلية والحكومة المركزية والمنظمات الأممية
أخذ الحيرة والمجيء إلى المنطقة القديمة لرفع هذه الألغام والمساعدة لعودة الحياة إلى هذه المنطقة وعودة الناس إليها بعد 7 أشهر من تهجيرهم ونزوحهم إلى المخيمات وإلى بعض البيوت لإيجار. الحقيقة الناس هنا سعيدة جدا بهذه المبادرة التي أطلقناها، خاصة بعد رفعنا الأنقاض من كثير من البيوت وفرحوا كثيرا وعادوا إلى بيوتهم سعداء، لكن بعد يحتاجون إلى كثير من الاحتياجات البسيطة مثل المياه والكهرباء لكي يعودوا. وكذلك هناك فريق تطوعي بادر في إعادة ترميم مدرسة في الموصل القديمة. تنشط الفرق التطوعية الشبابية لانتشال المدينة من واقعها المرير ورفع أنقاضها. دور الشباب في هذه الأزقة يفضله السكان على الجهد الحكومي. نتابعنا التقرير للزميل جمال بدراني، نشكره على هذا التقرير. ومعنا الآن من مدينة الموصل الناشط المدني الشاب بندر العقيلي. رحب بك. حياك الله استاذ، يسعد الله اوقاتك بكل خير وشكرا. اهلا مرحبا بك، احنا نحييك على هذه المبادره انت ورفاقك الشباب. ردي تبدي وياك، يعني وين اللحظه اللي قررت فيها انت تتحرك؟ طبعا احنا في بعد الامر دخلنا الى مناطق الموصل القديمه ومدينا يد العون والمساندة للاهالي من خلال توزيع المساعدات الغذائيه وحفر الابار، فشاهدنا الكم الهائل من الأنقاض المتراكم في الأزقة الضيقة في مناطق الموصل القديمة، فما من ممكن أنه نحن نقف مكتوفين الأيدي أمام هذه المعاناة اللي تتعرض لها أهلنا في هذه المناطق، فبادرنا بحملة شبابية تطوعية من أبناء مدينة الموصل لرفع الأنقاض. في بعد الأمر كفريق مثابر للخير وأحد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أهل ذنون بادرت بالإعلان عن هذه الحملة، وأكمل الحملة أحد الناشطين الشباب أيوب ذنون أطلق أيضا حملة 2500، وبالتالي بدأنا بجمع التبرعات من الخيرين من أهالي مدينة الموصل والتوجه إلى المنطقة القديمة ورفع الأنقاض بواسطة آلة الدمبر اللي هي أصغر قارب بإمكانياتنا البسيطة طبعاً اللي أتيحت لنا. يعني هي أيضاً يعني بها شيء إيجابي إنه هي يعني بإمكانها الدخول بالمناطق الضيقة في مدينة الموصل القديمة. إذا ممكن نعرف إيش قد المبلغ اللي جمعتوه أول مرة؟ أول مرة يعني بدينا بمبلغ 200,000، يعني مبلغ جدا بسيط، وسرعان ما قامت تزايد المبالغ يعني من قبل الخيرين إلى وصلنا إلى 1,000,000، وهكذا بدأت تزايد يوم بعد يوم المبالغ. كل ما تزايد المبالغ بالتالي راح نرفع أكبر عدد من الأنقاض. الشيء اللي أفرحنا وشجعنا أنه الأهالي بدأوا يعودون إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، يعني مجرد أن رفعنا الأنقاض من أحد الأفرع باليوم التالي عادوا إلى أهالي مناطقهم. واجهتنا عدة صعوبات، المخالفات الحربية والعبوات الناسفة والأحزمة الناسفة دائما تصادفنا. أحد أصحاب الدنابر يعني صادفت عبوة ناسفة ورفعها وحملها بالدنبر، يعني كادت أن تنفجر عليه، فالأرواحنا دائما معرضة للخطر وممكن صادفنا أي شيء في أي لحظة. ومع ذلك احنا استمرينا وشفنا عودة الأهالي، هذا الأمر اللي شجعنا، يعني لو حتى نفديهم برواحنا بس حتى يعودون إلى مناطقهم ويعودون من الخيم وهذه المخيمات اللي انذلوا بها مع الأسف، فيعودون إلى مناطقهم ونازلهم معززين مكرمين إن شاء الله. بارك الله بك. أنت كيف تقيم مساعدة الأهالي أو تفاعلهم مع الحملة وحجم التبرعات؟ تشوفه هو مشجع ولا دون مستوى الطموح؟ طبعا إن أتحدث، أسعد أمر لقيناه بالحملة هو انبثاق أول فريق تطوعي من أهالي الموصل القديمة، هذه المنطقة التي عانت مويلات ينبثق منها شباب متطوعين ساعدونا طوال فترة تواجدنا في هذه المناطق وكانوا معنا يدا بيد لرفع الأنقاض. دعم الأهالي كان مشجع بنسبة كبيرة، خصوصا أنه إحنا ننهي الحملة في يوم بسبب غياب الدعم، فمجرد رجوعنا للمنزل يتصلون بنا الأهالي ويدعمونا بمبالغ إضافية، وهذا الأمر شجعنا يوم بعد يوم أنه نستمر.
فتحنا كثير من الأزقة وكثير من الأفرع. طبعا آلة دنبر هي آلة تدخل إلى هذه الأفرع الضيقة التي لا تدخلها العاليات الكبيرة. الأهالي كانوا يساعدونا وكانوا معنا يد بيد، وهذا الأمر أسعدنا وشجعنا أنه نستمر أكثر فأكثر. الحملة امتدت على طوال أكثر من 10 أيام ماضية وستستمر إن شاء الله في الأيام القادمة بوجود الدعم من قبل الأهالي نفسهم أيضا. تقومون به تحديدا، ممكن تعرفنا كيف يعني أنتوا تجمعون التبرعات وتروحون أنتوا تأجرون الدنبر والعاملين؟ احنا نشرنا طبعا المبادره معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتصلون بنا الاهالي والمتبرعين زين. وبالتالي نتواعد معهم في مكان ما او نخصصنا اشخاص معينين لاستلام التبرعات، فناخذ التبرعات واحنا بشكل يومي نعبر الى منطقه الموصل القديمه نعم. ونستاجر هذه الدنابر والعاملين عليها، وايضا نبلغ الاهالي قبل يوم انه احنا راح ننظف هذه المنطقه حتى هم ايضا يجون يساعدونا، ونبدا بحمله مكثفه على هذا الفرع نرفع الانقاض يعني بصوره جيده، ودائما نكون حذرين حتى لا تصادفنا عبوه ناسفه او حزام ناسفه او من هاي المخلفات الحربيه. وورا ما نرفع الانقاض الثقيله ايضا نشطف الفرع وننظفه، ويعني والشيء اللي يسعدنا ثاني يوم انه نشوف الناس راجعين على هذا الفرع نفسه، وكل ما نشوف حركه للسكان بالافرع اللي ننظفها شجعنا هذا الامر انه نستمر في اليوم التالي. وهكذا يعني في بعض الامر استهدفنا فرع او فرعين، ولكن الحمله صار لها صدى واسع بالاعلام والناس بدات تدعمها وبقوه، وهذا الامر شجعنا انه نستمر بباقي المناطق. ومع استمرار الدعم ان شاء الله راح نستمر في اكثر من منطقه. احنا ما انتظرنا مؤتمرات الاعمار ومؤتمرات بندر العقيلي الناشط المدني، يحييك أنت ورفاقك الشباب ونشد على أيديكم، أشكرك جدا. السياب ونحاته تحت وطة الإهمال والنكران مع النحات العراقي نداء كامل. العراق قصة حضارة يفخر بفنه من نصب وتماثيل تقرأ التاريخ بعين الفنان، لكن هذه الثروة الفنية والفكرية مهددة بتراكم أتربة الواقع الإداري. كثير من النصب والتماثيل العراقية والأعمال الفنية تعاني الإهمال، إهمال السياسة أو سياسة الإهمال. لا يوجد فرق موضوعي كبير بينهما، فكلاهما إساءة لإرث العراق الحضاري. مع ضيفنا الفنان العراقي نداء كاظم سيكون لنا هذا الحوار بعد هذا التقرير. سابقا كان العراق ومحافظاته لا يخلو من نصب تذكارية متقنة الصنع والتنفيذ، ولكل منها قصة وتاريخ يكن لها المواطن العراقي والسائح الاحترام والتقدير، وكأنها شاخصة في زمنهم الحاضر وليس في أعوام مضت. أما اليوم فقد تغير المشهد، إذ تم إزالة العديد منها نظرا لصلتها الرمزية بالنظام السابق أو إهمالها، ما يؤدي إلى اختفاء معالمها بفعل العوامل الجوية وعدم الحرص على صيانتها بشكل دائم، أو إعادة تأهيلها بطريقة لا تمت لشكل النصب التذكارية سابقا بصلة، أبرزها التمثال الذي أطلق عليه لقب الباذنجانة من قبل المواطنين بعدما كان يعد مثالا رائعا على قوة الجندي العراقي حسب قولهم. إضافة إلى ذلك صرف مبالغ طائلة على مشاريع يذكر إنها فنية لكنها تنتهي بنافورة مياه ذات حجم صغير تصبح فيما بعد مكبا للنفايات، ما يشير إلى انحدار المستوى وضيق الأفق على المستوى الفني. وأخيرا ما حدث في محافظة البصرة، إذ لم تدم بهجة الاحتفال بإعادة افتتاح وتأهيل النصب التذكاري للشاعر العراقي بدر شاكر السياب سوى ساعات قليلة، بعدما تم رفع السور الحديدي الذي وضعه النحات نداء كاظم الذي قام بنحته في السبعينيات لحمايته مما أصابه من عمليات عبث وتشويه سابقا بأمر من محافظ البصرة أسعد العيد
السوداني بسبب تقاطع في وجهات النظر انتقل أثرها إلى صفحات الفيسبوك بين مؤيدين لهذا الإجراء معللين تأييدهم بأن عملية إعادة التأهيل تمت بطريقة لا تليق بمكانة الشاعر الثقافية لدى البصريين، ومعارضين وصفوا ما حدث بأنه يقع ضمن سلسلة عمليات التخريب التي باتت تطال مشاريع الإعمار والاستثمار في المحافظة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الفقرة الخاصة بالتعريف بالثقافة والفن والإبداع العراقي. خير من نستضيفه في هذا المجال النحات العراقي نداء كاظم، النحات الذي نحت العديد من النصب والتماثيل لشخصيات عراقية مبدعة. رحب بك. أهلا وسهلا. سعيدين بحضورك. أهلا. وكما ظهر في التقرير هناك بعض الإشكالات اللي حثت أو اللي رافقت موضوع إعادة إحياء أو صيانة التمثال السياب اللي حضرتك اللي سبق أن حتى احنا نود أن نتيح الفرصة لحضرتك لعرض ما يعني وجهة نظرك في هذا المجال. بالحقيقة مر على عمر التمثال 48 سنة تقريبا منذ المهرجان الأول للسياب كانون الثاني 1971. عمر السياب 38 سنة توفى. نعم. فالسنة الرابعة لوفاته عملوا مهرجان السياب في البصرة، وقامت بهذا العمل وزارة الإعلام. نعم. كلفوني بهذا الموضوع وكنت سعيد به. عانيت كثير بناحية التمثال لأنه التجربة الأولى لي. بعدين كان السياب صعب جدا في يعني بالعمل الفني بالنحت كثير صعب. المهم كملت التمثال شهرين على عجالة ونصبناه. كان التمثال يعني جميل جدا، باركوا لي أكثر الفنانين حتى الفنانين العرب، وكنت سعيد بهذا الموضوع واعتمدت أن أخلي القاعدة ناصية حتى يكون قريب من المجتمع البصري، لأن كنت أفكر أنه سياب قريب إلى قلوب الناس البصريين وإلى المثقفين بالتحديد. بعد فترة أشهر تفاجأت أنه غاب اسمي من على القاعدة البرونزية، تغلف بالإسمنت. بشكل مقصود يعني؟ بشكل مقصود تغليف الاسم من على القاعدة البرونزية اللي هي هذه القاعدة البرونزية. نعم. فنرفع الاسم أو غلفوه. بعد فترة القصيدة غابت. القصيدة. نعم. اللي هي الشمس أجمل في بلادي من سواها. غابت القصيدة. بعد فترة سنة أو أكثر اندفنت النافورة اللي حول السياب. نعم. هو يمكن بسبب هذا القرب من من من, من يعني من طريق المشاة أو بسبب قربه قاموا الآخرين المتطرفين يصعدون على تمثال السياب ويشدون قناني خمرة بإيده. احنا نريد نوصل للحظة اللي يعني بس شوية بدي اختصر الوقت. نعم. اللي نعم. يعني موضوع الصيانة اللي حثت بالتعاون مع وزارة الموارد. حاولت عدة مرات أن أتصل بجهات رسمية أن نصون لهذا التمثال، إلا أنه كان يصان بخلاف ما أريد أنا. نعم. وأساؤله بحيث أصبحت القصيدة شاهد قبر. نعم. والقاعدة أصبحت قبر. نعم. كانت وزارة النفط تقوم بهاي العملية الترميم يعني. بعد هذا اللي 48 سنة أصابني اليأس في سفرة إلى روما مع وزير النقل أستاذ كاظم فنجان،
طلبت من عنده أن يساعدني في ترميم هذه القاعدة لأنه مسيئة إلى السياب ومسيئة إلى البصرة أساسا. هاي المدينة مدينة الحضارة، مدينة الفراهيدي، مدينة كبار الأدباء والشعراء. وعدني الرجل، تفاجأت في ليلة تليفون، شخص كان وزير الموارد المائية الأستاذ الدكتور حسن الجنابي، قال لي نداء عندك رغبة أن نرمم القاعدة والمقتربات السياب، لأن أنا قاعد أشوفها مزرية جدا ومسيئة جدا، مسيئة إلى السياب، مسيئة إلى البصرة. يعني هي تعكس مستوى الوعي بالمجتمع بالإضافة إلى البيروقراطية الموجودة ربما في بعض دوائر الدولة وفي الحكومات. هي هذه البيروقراطية تحولت إلى برجوازية، لكن هذا أقصد هذا انعكاس للمزاج العام لدى، تحولت البيروقراطية إلى برجوازية لعنة لعنة. الآن بدأوا يتحدثون مع الناس بشكل غريب عجيب. أنت خايف على تماثيلك الأخرى؟ تماثيل الأخرى الفراهيدي، روح شوفه، خلي يخلصون الفراهيدي من القمامة المحيطة به، من التجاوزات اليمة، من الباعة مال السوق، بائعات الخبز وبائعات ما أعرف إيش، باعة السجاير، خلي يروح يخلصون للفراهيدي. أنا فكرت أن طلبت من السيد الوزير أن أنظف الفراهيدي من البوية الصابغيها به. صابغي بوية. السياب كان مصبوغ بوية ونظفناه ورجعناه إلى شكله البرونزي. الآن أنا أخاف من أشخاص وأعرفهم أن يعملون نفس العملية السابقة اللي هي قبل ثمانية، أن يلغون اسمي ويطمرون الأرض اللي سويناها، أرض مرمر جميل جدا لأنه التمثال كان واطي والأرض ارتفعت، فخفضت الأرض، أنا سويت سلم ينزل إلى قاعدة، إلى نهاية قاعدة التمثال، حتى التمثال يبين البروبوشن ماله. إذن هي المشكلة عامة، مشكلة الفن والتعامل مع الفن، يمكن وفقا للحقب السياسية اللي مر بها العراق. أنا أشكرك جدا. ولكن المحافظ هو مسؤول، المفروض يكون ورع ومتجاوب مع الناس، كل الناس، مو كم واحد على الفيسبوك. من هم هؤلاء؟ اتصلت باتحاد الأدباء قالوا ما نعرف، نقابة الفنانين قالوا ما نعرف، جمعية الفنانين ما نعرف، من هم الأدباء ذولا؟ أدباء الفيسبوك؟ هل الفيسبوك والإنترنت صاروا اللي يتحدثون به هم المثقفين؟ وين المثقف العراقي إذن؟ يعني 2001 على الفيسبوك طالب إزالة السياج، 7 من موافقين. السيد المحافظ بهذه العدوانية المتناهية قام دز كرين شاله. اسأل، جاوب، وزير أمامك تناقش وياه، احكي وياه، اسأل على السبب. أنا ما أريد السياب هذا السجن حوله، صح، أنا ما أريده، لأن أنا أول ما بنيت السياب هذا كان. نعم، وفضاء مفتوح أمامه يفترض. ومفتوح، وهي العالم تتصور معاه. ها؟ يعني أعتقد الإحباط والحرقة اللي تتحدث فيها أعتقد وصلت للناس. لا يعني لو إنسان عادي مسويها، مو محافظ مسؤول عن حرية الناس، هي هاي الديمقراطية اللي نتوقعها؟ يعني محافظ يقوم بهيك عمل ما مقبول نهائيا، ما مقبول، أي إنسان يسويه ما مقبول من عنده. احنا نشكرك، واعتقد وصلت الرساله. الفنان العراقي نداء كاظم، اشكرك جدا لحضورك. انا اشكركم، شكرا جزيلا، اشكركم، واحيي الفضائيه الشرقيه لانه دائما تروح على الجرح، يعني على الجرح. ان شاء الله نلتقيك في مناسبات اخرى تكون الاجواء يعني اكثر راحه وسلاسه. اعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم، واشكركم لمتابعتكم لهذه الحلقه الاولى من برنامج طبعة بغداد. التقيكم في الاسبوع القادم، والى اللقاء.